أعلن دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن تسلم مصر الجزء الأول من الدفعة الأولى من صفقة مشروع رأس الحكمة، وهذا الجزء بيقدر ب 5 مليار جنيه، وطبعا في 5 مليار تانية هنستلمها الأسبوع الجاي بإذن الله، بالإضافة طبعا إلى أنه قيمة الصفقة هتوصل إلى 35 مليار، وده زي ما حضراتكم عارفين يمكن اتكلمنا عليه وقلنا بخلاف انه نسبة الأرباح كمان العائدة على مصر هتكون من هذا المشروع. وطبعا كل هذا كمان زي ما قلنا النقطة الأهم بأن مصر كمان موجودة في هذا المشروع بشكل شراكة أساسية، وأهم ما في المشروع اللي مصر بتصر عليه وهو عدم المساس بالسيادة المصرية. بنود التعاقد كمان بتخضع للقوانين المصرية بشكل رسمي زي ما حضراتكم عارفين. يعني ايه تخضع؟ يعني اي مستثمر بيجي يستثمر في مصر هناك قانون، والقانون الجميع يخضع اليه دون استثناء لاي احد، وده ايضا مهم ومن ضمن بنود هذه الصفقه. كمان انه الصفقه اثرت، وده الاهم اللي انا يمكن قلته لحضراتكم في البدايه، اثرت على سعر الدولار بشكل كبير جدا. يعني خلال الايام اللي فاتت زي ما قلنا انخفض سعر الدولار، وهيواصل انخفاض بمجرد تسلم بقية الدفعات الخاصة بالصفقة. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل، حضراتكم عايزين أيضا تطمئنوا على مزيد من التفاصيل والموقف الاقتصادي إلى أين. الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى بدرة، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور مصطفى، كلمنا يعني مصر تسلمت الخمسة مليار جنيه وهو الجزء الاول، وفي انتظار الجزء الثاني من باقي دفعات الصفقه. قول لنا حضرتك دولار. معلش، هو طبعا 5 مليار دولار. مصر تسلمت النهارده الحمد لله اول دفعه 5 مليار دولار، وان شاء الله غدا الجمعه 5 مليار دولار تاني، ده يعني الدفعة الأولانية تعتبر، وغدا إن شاء الله الدفعة التانية، يبقى كده مصر تسلمت 10 مليار دولار. تمام. خليني أقول لحضرتك ده الجزء من ال 35 مليار دولار. تمام. اللي هم المقدم للمشروع الاستثماري الكبير رأس الحكمة. تمام. طبعا المشروع ده بيقدر إن هو ب 150 مليار دولار المرحلة الأولى، اللي هم يعني تقريبا 40 مليون فدان ونص، وطبعا ده رقم كبير جدا بالنسبة لنا، يعني مشروع استثماري ضخم أعتقد مردوده واضح من يوم الجمعة الماضي، منذ صحيح. يعني دولة رئيس الوزراء إعلانه الرسمي بالتوقيع، وطبعا السوق السوداء بتترنح، وكل الأسواق يا فندم الحمد لله ابتدت أسعارها تنخفض، ولكن طبعا الانخفاض من سوق لسوق بيتغير بعض صحيح. الشيء، يعني حضرتك اكيد هتعلمي ان السوق السوداء في العملات كلها انخفضت، وبقينا نسمع النهارده ان سعر الدولار في السوق الموازي او السوق السوداء ابتدى ينخفض، وصدقيني تقريبا مفيش حركه بيع كبيره. يعني في ناس معاها دولارات وعايزه تبيع، مفيش تنفيذ. وفي ناس عايزه تشتري يعني منتظره ان يكون السعر افضل داخل الجهاز المصرفي. تمام، لانه كمان هيكون قانون يعني قانوني اكثر وامان اكثر يعني. بكل تاكيد، ولكن على ده جانب، الجانب ده بقى حرك الاوضاع الاقتصاديه في عدد من الافكار الاخرى لدخول استثمارات، بقت العمليه جاذبه اكثر. طبعا. لان المشروع ده لما يكون مشروع استثماري كبير بقى انظار العالم النهارده اشمعنا المستثمرين دول يخشوا، طب ما احنا كمان نخش. ما احنا كمان جاهزين يعني. بالضبط. فتلاقي دولة رئيس الوزراء الحمد لله بالامس وقع على اكبر استثمار في الهيدروجين الاخضر والطاقة النظيفة ب 40 مليار دولار. ده على 10 سنوات. ابتدى يكون في تغير في وجهة نظر صندوق النقد الدولي. طبعا. وبقت مديرة صندوق النقد الدولي بتتحدث ان شاء الله خلال اسابيع قليلة سوف يتم التوقيع النهائي على يعني قرض لمصر برقم كبير جدا، ممكن يصل قرب ال 20 مليار دولار. تمام.
طب هنا بس هقف نقطة برضو نحب نفهمها من حضرتك، يعني صندوق النقد الدولي هنا يستشعر بقى بالأمان يعني وجود هذه الصفقة اللي حتى وسائل وعناوين الصحف الأجنبية وخاصة الاقتصادية منها كلها الحقيقة أشادت بأن رقم 35 مليار وحطت بين قوسين غير مسبوق وتاريخي، يعني لأنه ما كانش السوق العالمي ينتظر أن يكون هناك صفقة بهذا الرقم، فهنا دي مسألة تطمينية كمان لصندوق النقد بكل تأكيد. ولكن خلينا نقول ان المناقشات وال يعني زي ما بيسمى كده بالفحص من صندوق النقد الدولي حوالين كيفية الامور الاقتصادية في مصر، الحمد لله كانت مطمئنة بعض من الشيء، والبعثة كانت موجودة في مصر حضرتك تتذكري بقالهم يمكن 3 أشهر الماضيين، صحيح، والحمد لله اثبتوا ان في تغير كبير جدا في الاوضاع الاقتصادية، في تحسن في الدعم المصري للفئات محدودة الدخل، في تحسن كبير جدا في بعض من السياسات المالية والتغير في السياسة النقدية برفع سعر الفايدة، الأمور دي كلها كان ليها صدى كبير جدا عن صندوق النقد الدولي. ولكن تغير الأمر أكثر بالطمأنينة بدخول 35 مليار، فبيكون في إعادة تفكير تاني في الصندوق. إزاي يدي لمصر قرض ميسر بفترة أطول وما يكونش في ضغوط على سعر الصرف. حضرتك تمام. طبعا متذكره وده مهم جدا. حضرتك متذكره زمان كل يوم كان في حد بيتكلم بكره التعويم، بكره أو التعويم صحيح، التحريك ما بيسمى، كل الاحاديث دي النهارده حضرتك من يوم الجمعه الماضيه او يوم الخميس الماضي لم تظهر على الاعلام مره اخرى، خلاص صحيح. عارف حضرتك دكتور مصطفى، احنا نتمنى ان احنا نكون بنركز مع التضخم اكثر، ان هو يحصل انخفاض في التضخم اهم من سعر الصرف، يعني انه لو حصل هذا الانخفاض الدنيا هتختلف كتير. ما هو يا فندم الشيئين مربوطين ببعض، الامرين لهم اعتبار واحد، صحيح. ما طبعا اول ما هيكون في ضخ من العمله الاجنبيه داخل الجهاز المصرفي لخروج كثير من المستلزمات الانتاج اللي هي في المواني وتوفير العملة الأجنبية للمصنعين والمشغلين، اعتقد في وجهة نظري هيكون في انخفاض كبير جدا في معدلات التضخم أكيد. خلال الشهرين الجايين أكيد. سريعا بصي حضرتك، الحمد لله 35 مليار دول داخلين قبل نهاية العام المالي اللي هو 23-24، مظبوط. ده هيدي دفعة كبيرة جدا لتحسن جزء كبير جدا في معدلات النمو والتنمية، والأمر الآخر كمان في معدلات التشغيل، لأن العشرة مليار اللي هم الخمسة النهاردة مليار دولار والخمسة غدا إن شاء الله، دول بداية تحريكهم بالجنيه المصري لدخول الاستثمار. تمام. يعني إن شاء الله هتلاقي حضرتك من يوم السبت بداية المشروع ابتدوا يستلموا فلوسهم بالمصري، هيبتدي يكون في تحرك للمعدات، هيبتدي يكون في تحرك للتعويضات لو في تعويضات للناس، ده هيدي دفع لشركات المقاولات وشركات، يعني خلينا نقول انه ستدب الحركه العمل، وايضا يعني الحركه نفسها الاقتصاديه هترجع العجله تشتغل بشكل افضل بكتير اسرع مما كنا نتخيل. طيب وده الامر في منتهى الاهميه بالنسبه للناس اللي هيوجد فرص عمل يا فندم تشغل ناس اكتر. طبعا فضلي. اكيد اساسا المشروع ده يعني فيه كمان فرص عمل كبيره وكثيره موجوده، وايضا وجود الشركات المصريه هو جزء من التطمين لان احنا ايضا مشاركين في هذا المشروع. خليني اسال حضرتك سؤال كان قد ذكره ايضا دكتور مصطفى مدبولي وقت توقيع الصفقه الجمعه الماضيه، وقال انه كمان في انتظار جزء اخر ومساعده اكثر من الاتحاد الاوروبي، برضو نشرح النقطه دي. خلينا نقول يا فندم ان الاتحاد الاوروبي في جلسته الاخيره في نهايه عام يعني نهايه الشهر الماضي اللي هو في يناير، ذكر بان وفر 10 مليار دولار لمصر هيتم اتخاذهم يعني بتبليغهم لدوله رئيس الوزراء ووزير الخارجيه، دول هيكونوا عباره عن استثمارات كبيره تقدر تضخ في شرايين الاقتصاد المصري فتحسن الاوضاع الاقتصاديه. تمام. الامر ده برضه في غايه الاهميه ليه يا فندم؟ لان ده بيدي شهاده طمانينه من الاتحاد الاوروبي ان الاوضاع الاقتصاديه في مصر فعلا قادرة على زيادة التحرك، ولكن الظروف الخارجية المحيطة بالأخص اللي هي حرب الإبادة من إسرائيل على غزة، وده الأمر للأسف يعني مدي صدى كبير جدا في الاتحاد الأوروبي، إزاي يساندوا الدولة المصرية لوقوفها طبعا جانب القضية الفلسطينية، خلاف ذلك تأثيرنا بالأوضاع الاقتصادية العالمية، ما ننساش إن إحنا لسه حرب روسيا وأوكرانيا طبعا مستمرة طبعا.
ما ننساش ان في عندنا تهديدات كبيره من البحر الاحمر، مش لمصر طبعا، ده للعالم كله، علشان كله. التجاره العالميه طبعا طبعا، موقف قناه السويس طبعا، كل الامور دي يا فندم بتتوزن بميزان من الذهب امام القاده العالميين، ولكن يرجع الفضل لربنا اولا، ثم للقياده السياسيه في كيفيه اتخاذ موقف ايجابي شجاع لعرض القضايا الاقتصاديه منذ تولي السيد الرئيس وحتى وقتنا الحالي، والتصدي لعمليات للاسف ارهابيه كثيره وكان ليها تاثير على الوضع الاقتصادي، اخرها منها العمليه زي ما حضرتك تفضلتي الحرب اللي في فلسطين، وده مأثر علينا تأثير كبير جدا، فعشان كده العالم كله بيساند الدولة المصرية في اتخاذها للقرار الاقتصادي. أكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى بدرة.